فليعلم الحاضر الغائب، لقد تم تعيين القاضي السيد الياس بن مبارز قاضيا لنلهان. أيها الضابط، أصبح المجنون الذي لا يملك نفسه يملك كلباً ضالاً أيضاً. لقد رأيت حلماً البارحة أننا نجتاز امتحان الكفاءة ونعين قضاة على ولاية كبيرة. يقولون إنما سيكون عكس. ستذهب وتنسان حقاً عندما تتزوج بحسناء. ألا ترى أنك تسيء الظن بي كثيراً يا إلياس؟ توج حكمك بالعدالة. عندما أرغب بولاية كبيرة فليس لغاية في نفسي، بل أرغب بها من أجل الجهاد والكفاح. يونس؟